خويا كنت مريض نهار الحد، شت السخانة، مشيت للسبيطار الحسني انا وراجل خشي ومرشي. مشيت دوزت لواحد الطبيب قال لي خرجي شي دواء، قلت راه فيه واحد الحريق في ظهري راه ما تقدرش الناس هي سير دوك واحد البرا. حط طبيب سميتو سيدة تما، قلت لها دوك البرا واش عطا واحد الطاجة دكات لي البرا. دكيت البرا حسيت اصلا حسيت برجلي ضراتني شي ما قديتش نوقف. جيت للدار هادي سريت الدواء اللي عطاوني شربشو نعست بالليل، بغيت نوض طوايط حاشاكم ما قديتش نوض، رجلي ما كايناش ما كنحسش بيها. بقيت نغوت داو جاو الدار، هاود مع الطبيب تحت منها هو كاين دوس عندو عبر لي السكر طونسيو كل شيء. قال لي ما فهمش خاصك تمشي ارجو ضروري. بديت مشينا كلينيك في الاول ما قبلوناش، من بعد مشينا للموريزو، مشينا للموريزو درنا سكانيرات على الطبيب ديال الراس بدل الاعصاب. قال لي راه عندك العروق مجمدي البرا فين دقاتك دقاتك غلط، دقات في الشعر وخاصك تدق فيه. مشي عندهم قال لي عندك عروق مجمدي خاصك دير ترويد، تبع البلاوات والترويد باش يلا ترجع لك رجل. وانا خويا نشوف انا كنشوف حالتي كي ولاش، كنت بخير خدام خدام حلاق، رجلي مشات حيتي مشات شويه، يلا مجوج يلا بادي في الجواز راه بعد 6 شهور باش مجوج. ما فهمتش والو، انتم ممكن تشوفوا قدامكم رجلي مشات بعد 22 عام بقى يلا بادي في الحياه، رجلي مشات ليا. هادشي اللي وقع ليا ما رجعش عندهم وهادي ما داروا معايا والو. قلت ليها البرا الكيشه، قالت لي لا مش هاد البرا هاد الحريق ما غادير لك والو. قلت لها راه عندي رابور ان هاد البرا راه دارت لي المشكل. قالت لي هاد البرا هادي، قالت لي من بعد صافي جاو الطب كامل جمعوا عليا بداو عليا صافي حنا غنصيفطوك واحد البرا كشبو غيديروا معاك في موريزكو شي حاجه. قلت لها مش موريزكو ما داروا معايا والو. قالت لي لا غيديروا معاك. بداو كيديروها في الاول، خدات لي الوراق الدوسي شداتو ويتم غادا باش تعطيه للدار بداك الرابور، وانا باش تعطيه للدار. مشينا خدينا وتعاودنا معاه، عاد خدينا الوراق عرفتي مشينا موريزكو عاوتاني والو نفس الحاله. تقول كثير ما كنعرف والو، تقول كثير دير الترويض رجع عندنا، الترويض رجع عندنا ما تحل ما خرجوا معايا بيه. انا كنت بخير صحيح دري كنتريني بخير من بلي ما والو، انا رجلي مشات ما فهمتش والو. ما يمكنش ما حتى واحد في العمر ما غيتوقع باش بقيت صغير من بلي ما نتاجر جي مشي دري صحيح ماشي شي واحد اللي بجوج من تحت ما كنحسش بيه والو. ما قالوا لي العمليات لا والو، عطينا برك لي تغدك شي برواس وترويد، ترويد ديال الضو تتبعو ما عطاوناش الحصص كترويد مفتوح حتى صح مقدر تروي تحس برجلك رجعت ورجع عندنا كونترول كونترول. هذا ما كاينش هذا المشكل، ندري نجوج ولا خدام والوالد مريض ما ينحيد الترويد غالي ديال الضو، يعني خاصك جوج حصص في النهار ماشي سهل جوج حصص في النهار خاصك دير ماشي مش قادرش ندير بلاصه هما كيجيو عندي. ما نلقي مشكل نلقي صعوبه كبيره بزاف كاع. اخي 300 درهم الحصه ديال الترويد وخاطر جوج وقاصح عليا بزاف، وانا باقي دروني اللي خدام خدام محلا ماشي شي خدمة اللي برائي وكل شي حاجة خدامة عشوائي. انا الرسالة ديالي من هاد المنبر هذا تنقول لهم انا باغي رجلي، ما باغي حتى حاجة، ما باغي غير رجلي ترجع كما كانت. حيت ماشي ساهلة بين الليلة وضحاها غتفيق تلقى رجلك مشاتلك، ما ساهلاش وصعيبة بزاف. كنتمنى اي واحد يدير بلاصتو في بلاصتي. انا ما تنقولش شي حاجه، تنقول رجلي ترجع، باغي والو باغي رجلي ترجع ليا حيت ماشي ساهله. ودري راه مجوج باقي الحياه قدامي وباقي بزاف 22 عام. مشيت في مودي سكو طبات دابا ملي سمعت انا جيت جاني تليفون جيت بغيت نحسن، قالوا لي راه فلان راه فوق الكرسي المتحرك. اشنو وقع؟ يا فين اتصلنا بكم وجيتوا اخويا؟ دابا هاد الادويه اللي خرجوا هاد الاخ مشينا مع الحسني، دابا المشكل اللي دايرين ليه مني مشاو غوتو معاهم في السبيطار الحسني عطاوهم الورقه ما غيروا الاسم ديالها ولا ما فهمتش انا. دابا هذا سميتو وضح لنا كيفاش غيروا الاسم ديالها. دابا الاسم ديال هذا يوسف والد، ولكن دايرين ليه يوسف في الورقه اللي في في في, في ورقه لوردونوس دايرين ليه يوسف. هذا سميتو والد، هذه الورقه عندكم؟ الورقه عندنا، ولكن مني مشاو لموريزكو
المستشفى ابن رشد، ديري لي السميه ديالو الوالد من يعطوه الطبيب الخبره الطبيه بانه راه السبب ديال هاد الاعاقه ديالو، هاد الحقنه هي السبب ديالو، راه وقع واحد الخطا طبي دقت في البلاصه اللي ما في المكان اللي ما خصهاش تدق فيه، في عرق ولا هذه السبب. دابا كاين عندنا دابا المشكل هو هذا في الشهره الطبيه، كاين والد وكاين يوسف. دابا باش بغينا نعرفوا حنا شكون المسؤول على هذا الشلل ديال الاخ، وبغينا نعرفوا حوايج اخرين، شكون اللي ديك الاسم ديال يوسف الوالد، والد هو اللي مشلل دابا، ولكن في الشهره الطبيه راه فيها يوسف. زعما انتم في الظن ديالكم كاين تلاعبات؟ كاين تلاعبات، وحنا كنا بالمنطقه وديما عندنا مشاكل في السبيطار الحسني، حنا ديما تنتصلوا بالمندوب ولا بالبرلمان اللي كيمثلنا، ان داك كان سي بودرعي ديما كنا كنجيبوه شخصيا تنعيطوا ليه كيجي للمستشفى. كان السابق في الولايه السابقه كيجي شخصيا تينفعوا دوك المشاكل، بالخصوص في الولاده. الولاده تما راه كاينين صماصيره اللي تيخرجوا هادشي بلمح البصر كتشوفوا بالدلائل، كاين سمسار في المستشفى الحسني تريسيان تيجي كيقول لك بغيتي تولد مرتي غتخرج لفلان العياده الفلان الفلانيه ديال مرض الطبيب الفلان الفلاني، وكتخرج 2000 درهم 2500 3000 درهم. باش نبقاو في الحاله ديال الشاب والد، الشاب والد دابا بغينا حنا شكون هو المسؤول على هاد الاعاقه ديال هاد الاخ. دابا هذا هو اللي كيجري، هذا هو المعيل الوحيد ديال هاد الاسره. دابا الشاب والد على حسب مجال الانسان ديالو انه مشى حسب مغص ياك، حسب الالم في الظهر ديالو، الظهر ديالو مشى باش يدوك واحد الحقنه باش يبرد عليه داك الالم ياك. نعم. الصراحه ديالو فاذا به كيتحقن في شي بلاصه اللي ممنوع انه يتحقن فيها. واه. اذا هاد الناس اللي تقول الحقنه هما ناس تحت التمرين، ماشي تحت التمرين ستاجير باقي كي يلاه شبه طبيه. شبه طبيه راك عارف الناس ديال الهلال الاحمر ولا داخلين، راك انت عارف كيفاش كيتوصلوا تيوصلوا للوظيفه العموميه في هاد الفريم ديالو. واش بلاتي واش التواجد واش ملي مشى الشاب وليد دخل يلاه بغيتو الحقنه، واش لقى مسؤولين اللي تواصل معاهم ولا مشى مباشره عند لا راه الطبيب اللي عمر انا مشى عند الطبيب عند دكتور وكاشالي، راه كاين الكاشي ديال الطبيب ديالو في لوردونونس ديال الدواء باش شرى هاد الادويه، الادويه اللي شرى الاخ زائد هذيك الحقنه اللي كيدقوا لاي مواطن ولا اي مريض كيمشي للمستشفى راه كيعطوك ما كيلقاوش شي حاجه كيدق واحد الشوكه. لا باش نوضحوا الرأي، دابا شكون اللي وجه الشاب وليد ملي دخل المستشفى، شكون اللي وجهه يمشي عند ديك السيده؟ الطبيب الرئيسي اللي في المستشفى الحسني، وهو ما بغاش يقوم بمهمه مثلا هو يقول لي ديك، ما يمكنش هذاك الطبيب لان كيكون لك اكتضاد شويه، الطبيب كياخذ كيعطيك كي غدير حقنه ولا غتمشي دير هذا السكانير ولا دير هذا الراديو ولا كيوجهك للطبيب الاختصاصي. هذا ملي شاف الالم ديالو قال لي الام ديال الضرع، عطاه لوردونونس ديال الدواء ودار ليه اللور في ديك في لوردونونس، كتب لي واحد النوع ديال واحد الشوكه ديك الحقنه، مشى دكر اثرت على هذا السيد. شي مشكل ولا ديك السيد اللي حقنت هذا السيد هي السبب ديالو. دابا راه كاينين عده الاحتمالات، اما الابره بيريمي ولا خطا في ديك الشوكه اللي دقت لي ماشي هي تكون تقدر غيرتها. كلشي باقي عندنا هنا، يقدروا دابا ياخذوا عينه من الدم ديال السير ويشوفوا الحقنه اللي اثرت عليه واش هي اللي كاينه في الاوردونونس ولا لا. يعني كاينين هاد